بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كان في الأمم السابقة كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسوسون الأمم، كلما مات نبي خلفه نبي. قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، كلما مات نبي خلفه نبي يقوم بالدعوة إلى الله وبيان الهدى من الضلال وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ليس بعده نبي يخلفه، جعل الله العلماء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يخلفونه في دعوته ونشر الخير في الناس والنهي عن الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يقومون في الدعوة إلى الله وتبصير الناس ونشر الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقومون بذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، لأنهم هم الورثة الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل من ناحية تبليغ الدعوة إلى الناس ووراثة العلم والقيام به علما وعملا وتعليما، هؤلاء هم العلماء الذين يتعاقبون في هذه الأمة جيلا بعد جيل، وببقائهم يبقى هذا العلم، وبذهابهم يذهب العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، أو لا يقبض العلم قبضا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فوجود العلماء في هذه الأمة أمانة لها من الضلال، وأمانة لبقائها، وهم سيستمرون بحول الله وقوته إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فسيبقون بإذن الله إلى أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى. وإنما يقل العلم في آخر الزمان، يقل ويكثر الجهل ويكثر التعالم ودعوى العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء،
ولكن العلم لا يفقد بل هو موجود ولله الحمد. فإذا رجع الناس إلى علمائهم واستفادوا منهم فإن هذه علامة خير للأمة وضمانة بقاء للأمة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وما زال العلماء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا وإلى ما يشاء الله، لا يزال العلماء هم المرجع لهذا الدين ولهذه الأمة. فيجب الرجوع إليهم فيما أشكل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان أن يستغني عن العلماء وهو ليس عنده علم يهديه، وإنما يكتفي بالمطالعة في الكتب أو يكتفي باجتهاده هو وتفكيره هو. عليه أن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة، ربما يخيل إليه أنه على حق وأنه مصيب وأنه عالم، فإذا رجع إلى أهل العلم تبين له أنه ليس على شيء. وعنوان هذه الكلمة: مسؤولية العلماء والدعاة. لا شك أن مسؤولية العلماء كبيرة جدا نحو الأمة، فالله لم يعطهم العلم من أجل أن يترفعوا به على الناس أو أن يختزنوه في صدورهم أو أن يطلبوا به الدنيا، لا، أعطاهم العلم أمانة، حملهم العلم أمانة يؤدونها إلى غيرهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا العلم أمانة ائتمنهم الله عليها. يجب عليهم أن يبينوا للناس وأن يوضحوا للناس، ولا سيما في فترات الجهل والحاجة والفتن، فإنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا في علماء بني إسرائيل الذين أوتوا الكتاب، ومثلهم في هذه الأمة: من آتاه الله العلم فكتمه، فإنه يكون مثل علماء بني إسرائيل. لا يجوز كتمان العلم. قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يليق بالعالم أن يكتم العلم وأن يسكت وهو يرى الناس في ضلال، ويرى الناس في حيرة، ويرى الناس بين يدي الأعداء والمتعالمين وأهل الأهوى وأهل الضلال، يراهم ولا يبين الحق ولا يبين العلم الذي آتاه الله، فإنه مسؤول عما آتاه الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله به من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه مهمة العالم ومسؤولية العالم في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد يعبد الله عز وجل، ولكن العالم أفضل منه. العابد يعبد الله بالصيام والصلاة والذكر وتلاوة القرآن، والعالم أفضل منه لأنه يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الخير، فهو أفضل، عمله أفضل من عمل العابد، لأن عمل العابد نفعه مقصور عليه، فهو مثل النجم، مثل النجم نوره مقصور عليه الكوكب. وأما العالم فهو مثل القمر، نوره يتمدد في الكون ويشرق على الناس ويستفيدون منه، فنفع العالم متعدي ونفع العابد قاصر عليه. لذلك صار العالم مثل القمر والعابد مثل الكوكب. وما الفرق بين الكوكب وبين القمر؟ فرق واضح. وما ذاك إلا لأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه متعد. والشيء لا يتسلط على المجتمعات إلا إذا فقد العلماء أو سكتوا، فإن الشيطان يتسلط على المجتمعات. ما تسلط على قوم نوح ونشر فيهم عبادة الأصنام إلا بعدما فقد العلماء فيهم. لما هلك العلماء ونسخ العلم جاءهم الشيطان وزين لهم عبادة الصور المنصوبة فعبدوها من دون الله، ووقت وجود العلماء ما قدر الشيطان أن يدعوهم إلى عبادة الأصنام، عبادة الصور، ما قدر بوجود العلماء. حتى مات العلماء حينئذ سنعت الفرصة للشيطان فأغوى الجهال فعبدوا هذه الصور، وقال إن آباءكم ما نصبوها إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله، وحدث الشرك في الأرض بسبب ذلك. الشاهد من هذا أن الشيطان لا يتسلط على المجتمع وعلى المسلمين إلا بفقد العلماء أو بسكوت العلماء عن بيان الحق. فالواجب على العلماء عظيم، لأن الله حملهم هذا العلم وحملهم مسؤوليته، وأن يقوموا به في أنفسهم وأن يقوموا به في غيرهم. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أولاً يتفقهون في الدين ويسافرون لطلب العلم أينما وجدوه، ثم إذا تفقهوا فإنهم ينشرون فقههم على الناس وعلى الأمة. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيؤخذ من هذه الآية أنه لا بد قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يتكلم لا بد أن يتعلم، وأن يكون كلامه ودعوته وتوجيهاته عن علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم عن جهل وعن اجتهاد شخصي. لا بد أن يتعلم أولاً ويتفقه أولاً، ثم بعد ذلك يتكلم وينشر علمه الذي أعطاه الله إياه، ينشره على الناس ويدعو الناس إليه. والمسألة الثانية
يؤخذ من هذا مسؤولية العالم، وأنه لا يقتصر على نفسه ويختزن العلم والفقه في نفسه ولا يبينه للناس. وجاء في الحديث أن من علم علماً وكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. الكتمان خطره عظيم وشره كبير، لأنك إذا لم تبين العلم للناس ولم تبين ما يجب عليهم فإن الناس يضلون، وتكون أنت السبب الذي لم تبين لهم. الناس الآن كما ترون يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة ويتعبدون إلى الله بالبدع والتصوف والخرافات، وعلماؤهم موجودون وساكتون، وربما يشجعونهم على ذلك ويقولون أنتم على حق وهذا هو الدين. فهذه والعياذ بالله هذه زلة خطيرة من هؤلاء العلماء الذين سكتوا على الشرك وسكتوا على البدع والمحدثات حتى تنامت وكثرت وصارت هي الدين في كثير من البلاد. إذا غيرت يقال غير الدين، لأن الناس ألفوها ونشأوا عليها. ولو أن علماءهم اتقوا الله عز وجل وقاموا بالدعوة إلى الله ونشروا العلم الصحيح لما وجدت هذه البدع وهذه المحدثات وهذه الشركيات لها مكانا في بلاد المسلمين. إنما هذا بسبب سكوت أهل العلم وتفريط أهل العلم. الله تعالى لما ذكر أن أهل الكتاب سماعون للكذب أكالون للسحت قال بعد ذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أنكر سبحانه وتعالى على الربانيين والأحبار سكوتهم عن هؤلاء الذين يسمعون الكذب ويأكلون السحت والحرام، أنكر عليهم وقال لبئس ما كانوا يصنعون، سكوتهم لبئس هذا السكوت. ولما اعتدى جماعة من بني إسرائيل على حرمات الله عز وجل الذين حرم الله عليهم الصيد في السبت، في يوم السبت حرم عليهم السمك في يوم السبت، ولما وكان السمك يكثر في يوم السبت من باب الابتلاء والامتحان لهم، احتالوا عليه وأمسكوه بالشباك في يوم السبت وأخذوه في يوم الأحد، وظنوا أنهم لم يصيدوه يوم السبت وإنما احتالوا عليه بالشباك، جاءه وقع في الشباك وأمسكته الشباك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه، احتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما قام بعض علمائهم وأنكروا عليهم، وإذ قال وأنكروا عليهم هذا الصنيع وهذا الاحتيال على ما حرم الله، قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالله جل وعلا أنجى الذين ينهون عن السوء وهم العلماء الذين أنكروا، وأخذ الذين تعدوا على حرمات الله أخذهم بعذاب بئيس. وما هو العذاب؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حولهم الله من آدميين إلى قردة، كما احتالوا على محارم الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه شاهد أن العلماء إذا أنكروا وبيّنوا أن هذا سبب لنجاتهم، وإذا سكتوا
أو مالأوا المجرمين فإن هذا سبب لهلاكهم مع المجرمين. والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالذين ظلموا يستحقون العقوبة، والذين سكتوا ولم ينكروا يستحقون العقوبة معهم أيضا، لأنهم لم يؤدوا واجبهم ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. وحاجة العالم، الحاجة إلى العالم عند هذه الحوادث وعند هذه الجرائم تشتد، يشتد الحاجة إلى العالم في هذه المواقف، فيجب أن يكون له موقف صحيح. ماذا كان موقف الإمام أحمد رحمه الله لما جاءت الفتنة بالقول بخلق القرآن؟ وقف وحده رحمه الله وصبر على الضرب والحبس وأبى أن يقول بخلق القرآن، وقال: القرآن منزل غير مخلوق. ثبت على هذا وضربوه وحبسوه وصبر، فكانت العاقبة له، ونصر الله الدين وحفظه بهذا الرجل في هذا الموقف العظيم وفي هذا الحدث العظيم. واقتدى به الناس من بعده، أصار حجة وإماما يقتدي به الناس. فيجب على العلماء عندما تحدث هذه الحوادث أن يكون لهم موقف ينصرون به دين الله عز وجل ويبينونه للناس، ولا يجاملون، ولا أو أشد من ذلك إذا سكتوا في مقابل مال يأخذونه فيشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. فالواجب على العلماء عظيم، ولا سيما في مواقف الشدة. الإمام ابن تيمية لما كثر الشر في وقته، كثر الشرك وكثرت الفتن وظهرت بوادر الجهمية والمعتزلة في وقته، واستبدل الكتاب والسنة بعلم الكلام وعلم المنطق، ماذا كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إن موقفه معروف لكل واحد منكم ولكل من قرأ كتبه، وهو رجل واحد قام في وجه أمة حتى أعز الله دينه ونصر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا الدين كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الرجل المصلح والإمام المجاهد، الذي كما تعلمون آثاره وكما تعلمون ما قام به من الجهاد في سبيل الله، فكانت آثاره على الأمة حميدة، وبين الحق ووضح الجادة وهدى الناس إلى الصراط المستقيم حتى اهتدى به أجيال وأجيال وأجيال، وهو رجل واحد. وتتلمذ عليه أئمة قاموا من بعده بهذه المهمة، كالإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والإمام الذهبي والإمام ابن عبد الهادي وغيرهم وغيرهم مما هو معروف من آثارهم وكتبهم ورسائلهم. والحمد لله، شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كثرت الشرور والشرك وعبادة القبور وكثرت البدع والخرافات وظنوها دينا يدان لله بها، أقام الله هذا الرجل في هذه البلاد فدعا إلى الله وصبر واحتسب وكتب وألف وجاهد وبين حتى أظهر الله الحق على يده، وظهرت هذه الدعوة ولله الحمد في هذه البلاد، ونحن نعيش ولله الحمد على آثار هذه الدعوة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم والمسلمين عليها. ثم امتدت آثارها إلى خارج هذه البلاد إلى الأمصار، واهتدى بها أناس، وهو رجل واحد قام في وجه أمة
حتى نصره الله سبحانه وتعالى. لا شك إنهم إن هؤلاء الأئمة لقوا عنة ولقوا تعبا ولقوا لوما وتوبيخا ولقوا تهديدا، ولم يلتفتوا إلى هذا، بل راقبوا الله عز وجل ووقفوا له وقفة صدق، فنصرهم الله وأعزهم وجعل لهم ذكرا في العالمين. هذا كله بسبب الصدق مع الله سبحانه وتعالى وقيام العلماء بالعلم والنصيحة والتعليم والإرشاد والتبيين للناس. نعم، يجب على العالم قبل أن يدعو الناس أن يصلح نفسه أولا حتى يكون قدوة حسنة، وإلا فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا لبني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فيجب على العالم أولاً أن يصلح هو في نفسه، وأن يصلح أهل بيته وأولاده، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. وشعيب عليه السلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب على العالم أن يصلح نفسه أولاً ويستقيم على طاعة الله حتى يكون قدوة حسنة، وحتى يصدق قوله فعله، ثم أولاده وأهل بيته، ثم أقاربه، ثم جيرانه وأهل بلده، ثم ينتشر الخير إلى البلاد الأخرى شيئاً فشيئاً. هكذا يكون العالم، وهذا موقف العالم، ولا سيما عند الحاجة إليه وعند حدوث الفتن وحدوث الشرور. ثم يجب على المجتمع المسلم أن يصغي للعلماء شيباً وشباباً. يجب على على المجتمع المسلم أن يصغي للعلماء وأن يتقبل من العلماء، لأنهم هم الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، ولا يجوز أن يتنقص العلماء أو ينقص من قدرهم أو من علمهم أو يتدخل في نياتهم ومقاصدهم، وأن يذموا عند الناس ويتهموا عند الناس. هذا فعل أهل الضلال وفعل أهل الأهوى وفعل الجهال. يجب أن يحترم العلماء وأن يعرف لهم مواقفهم وأن يتقبل قولهم وأن تقبل نصيحتهم وأن يقتدى بهم، لأنهم هم ورثة الأنبياء ولهم قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز تنقصهم والحط من قدرهم كما يفعل بعض المتعالمين وبعض الجهال وبعض المغرضين الذين ينالون من أهل العلم ويتكلمون فيهم ويحذرون من بعضهم أو يحذرون ممن خالفهم. كل من خالفهم يعتبرونه مخالفاً ومبتدعاً فيحذرون منه، وهذه علامة شر وعلامة ضلال وعلامة هلاك إذا وجدت. فالواجب علينا جميعاً أن نحترم علماءنا، وحتى لو أخطأ العالم في بعض المسائل فإن هذا لا ينقص من قدره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور على كل حال. لا يجوز لنا أن نتنقصهم ولو حصل خطأ غير مقصود، فلا يكون هذا سبيلاً لتنقصهم والحط من قدرهم. هم ليسوا معصومين، العصمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم، هم ليسوا معصومين، يحصل منهم خطأ لأنهم بشر، ولكنهم لا يقصدون الخطأ وإنما يقصدون الحق، وإذا أخطأوه
فإن الله يغفر لهم بنيتهم وقصدهم، يغفر لهم ما وقع منهم من الخطأ. فعلينا أن نوقر علماءنا وأن نحترم علماءنا حتى نكون أمة واحدة، كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا رجعنا إلى أهل العلم وأخذنا عنهم وأصغينا لنصائحهم وتعلمنا منهم فهذه علامة النجاة. أما إذا اختلفنا وسادت الأهوى والرغبات وصار كل حزب بما لديهم فرحون، كل جماعة تعتني بنفسها ولا تمدح إلا قائدها وتخطي الآخرين، فهذه علامة هلاك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن الاختلاف على أهل العلم والاختلاف على ولاة الأمور يسبب العداوة والبغضة ويفكك المجتمع ويفرق الكلمة ويحدث الشرور. فعلينا أن نجتمع جميعا كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، علينا أن نكون أمة واحدة وأن نجتمع وأن نعترف لعلمائنا وأمرائنا وولاة أمورنا بالفضل وندين لهم بالطاعة والانقياد حتى يتم أمر هذه الأمة، وحتى نسد الطريق على المغرضين وعلى الذين يريدون تفريق كلمتنا وإضعاف قوتنا، وما أكثرهم وهم محيطون بنا. فعلينا أن نحذر من هؤلاء، علينا أن نتعاون، علينا أن نتناصح، علينا أن نتآلف، علينا أن نجتمع كما أمرنا الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون جسد واحد وبنيان واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ لا تدابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا كان المسلم ولو كان جاهلا لا يجوز احتقاره، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فكيف بالعالم الذي هو القدوة؟ علينا أن نرجع إلى الحق والصواب، وأن لا نلتفت إلى الشائعات وإلى الأقوال المغرضة التي تريد تفكيك هذه الأمة حتى يسهل لعدوها أن يسحقها وأن يلتهم ما عندها من خيرات ويحتل بلادها. الأعداء لا يقدرون على أن يحتلوا بلاد المسلمين لو أن المسلمين اجتمعوا وصاروا يداً واحدة وصاروا قوة واحدة لن يستطيع الكفار. إنما تسلط الكفار على المسلمين لما اختلفوا ولما تقاسموا ولما تشتتوا، تسلط الكفار عليهم. فعلينا جميعاً أن نتنبه لهذا. ولا يقود المجتمع إلى الخير إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين يبينون للناس الحق ويهدونهم إلى الصراط المستقيم. فلا يكون لهم عندنا احتقار أو عدم توقير أو يكون ليس لهم أهمية عندنا أو عند كثير منا،
فإن هذه علامة شر. نعم الخلاف قد يحصل، ولكن الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هم الذين يعرفون الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ هم العلماء. فنرجع إلى العلماء ويعرضون ما اختلفنا فيه، يعرضونه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبين الحق من الخطأ ويتبين الهدى من الضلال. فلا يحسن الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، من مسؤولية العلماء كما هو معلوم تبيين هذا الدين من كافة جوانبه، وهذا هو ما نراه منكم رعاكم الله في هذه الليلة. وسؤالي: ما موقف العامة من الناس من تضارب أقوال العلماء في المسائل التي قد يرد فيها الخلاف؟ يا إخواني، العلماء المعتبرون لا يتضاربون أبداً في الأقوال، إنما يتضارب الجهال أو المتعالمون أو أهل الأهوى والأغراض. أما العلماء الربانيون فلا يتضاربون في الأقوال. وأيضاً العلماء لهم مرجع ولهم قادة يرجعون إليهم، يكلون الأمر إليهم ويسندون الأمر إليهم، فينحسم النزاع والخلاف. أما إذا أخذ كل برأيه أو كل ادعى أنه عالم فإن هذا علامة شر وعلامة تفرق، علامة تشتت. لا بد للناس من مرجع يرجعون إليه من أهل العلم، فيرجعون إلى أهل العلم المعتبرين المعروفين بالعلم والثقة والدين والتقوى، ولا يحصل بينهم أبداً، ما يحصل بينهم تضارب ولا يحصل بينهم اختلاف. نعم. أحسن الله عليكم. فضيلة شيخنا يقول هذا السائل: أشهد الله عز وجل على حبكم في الله. وسؤال: نجد أن الكلام في الوقت الراهن من مشايخنا الفضلاء وعلمائنا الأجلاء عن أضرار التفجير وخطورة التكفير، وهذا أمر لا بد منه، ولكن يا فضيلة الشيخ هناك منكرات أخرى الأمة بحاجة إلى توضيح حكمها وخطورتها، كما يحدث من عبادة القبور مثلا، ومن التساهل والتعاون في الربا وغير ذلك من المسائل، فما توجيهكم؟ نعم، هذه موجودة والإنكار موجود ولله الحمد. العلماء ما سكتوا عن الربا، بل بيّنوا تحريمه وكتبوا وخطبوا ودرسوا. العلماء ما سكتوا عن المنكرات، بل نصحوا وبيّنوا ودعوا الناس إلى اجتناب المنكرات، ما زالوا ولله الحمد في نصائحهم ودروسهم ومواعظهم وخطبهم، وما زالت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعالج هذه الأمور. فالحمد لله العلاج موجود، ما سكت العلماء ولا سكت ولاة الأمور، بل هناك ولله الحمد علاج. وأما الكلام في الأحداث، نعم الأحداث هذه مهمة جدا ولا بد من بيان الحق فيها، لأن فيه من يدعي أن هذا من الجهاد في سبيل الله. تصدقون هذا؟ فيه من يدعي أن هذا التفجير في بلاد المسلمين أنه من الجهاد في سبيل الله، أن قتل المسلمين من الجهاد في سبيل الله، أن تدمير بيوت المسلمين من الجهاد في سبيل الله، بل التفجير في المساجد يعتبرونه من الجهاد في سبيل الله، وأن من يموت في هذا فهو شهيد، يعطون الحكم بالشهادة، يعني كأنهم ينوبون عن الله عز وجل ويمنحون الشهادة لمثل هؤلاء، نسأل الله العافية. فلا تستغربوا إذا العلماء اهتموا بهذا الجانب وأنكروه وبيّنوا للناس خطأ هؤلاء وخطأ هذه الأفعال
وتخطية هؤلاء الذين يبررون هذه الأمور ويدعون أنها من الدين وأنها من الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا، يقول: هل من يطعن في دعوة الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يكون مبتدعا ولو كان قصده حسنا؟ لو كان قصده حسنا ما طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا قصده سيء. ما الذي ينقمه على الشيخ؟ إن كان أدرك على الشيخ خطأ يبينه لنا، يبين لنا خطأ الشيخ. الحمد لله كتبه موجودة، مؤلفاته موجودة، هات لي خطأ من أي كتاب أو أي رسالة من رسائله عليه رحمة الله، بل هي مملوءة بالتحقيق والعلم والنصيحة، بحيث إذا قرأتها تجد في قلبك النور وتجد في قلبك محبة الخير والدعوة إلى الله عز وجل. ولكنه غريب، الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم وقيل فيه ما قيل من قبل الأعداء، وقيل أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، قالوا أنه شاعر ومعلم ومجنون وغير ذلك من الأقوال، وقالوا في الأنبياء من قبل إنهم يريدون أن يتسلطوا على الناس وأن يأخذوا السلطة وأن قالوا هذا في موسى وهارون عليهم السلام: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فهم إن هو إلا رجل يريد، قالوا في نوح عليه السلام: إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد الرفعة، يريد الرفعة عليكم. اتهموا نوح عليه السلام بأنه يريد الرفعة وأن يتفضل ويترفع على الناس، هذا ليس بغريب أبدا. إذا اتهم الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو قيل فيه ما قيل، هذا قيل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن نرجع إلى أقوال الشيخ وكتاباته ونشوف، فإذا كان فيها خطأ فنحن نبين هذا الخطأ ونوضح للناس، أما إذا كانت وهي كذلك ولله الحمد كلها خلاصة طيبة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، فلا يسع المسلم إلا أن يعترف بالحق وأن يدين بالحق لئلا يضل ويبتلى بعمل بصيرة، لأن الإنسان إذا تبين له الحق ولم يقبل يبتلى والعياذ بالله بالزيغ، يبتلى بالزيغ. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيجب على المسلم أن يقبل الحق قبل أن يبتلى بالباطل وعمل بصيرة والزيغ والعياذ بالله. نعم. لا يأخذه الهوى أو يسمع كلام الناس. أنت إذا سمعت من يقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما سيئا لا تقبله، حتى ترجع إلى كتب الشيخ، ترجع إلى مقالات الشيخ وكتبه ورسائله، وتعرض هذا الكلام اللي سمعته على كتبه ورسائله لترى أن هذا افتراء عليه وأنه باطل. أما أنك تتقبل بدون أنك ترجع إلى كلام الشيخ فهذا من الهوى والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم وبين عدم الخوض فيها المحمود؟ الفتن لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والبصير، ما هو كل يتكلم فيها. إذا تكلم الجهال في الفتن زادت الفتن، أما إذا تكلم فيها العلماء وبينوها فإنها تطفأ بإذن الله. فالفتن ما يتكلم فيها كل أحد، وإنما يتكلم فيها أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الحق من الباطل ويعرفون كيف يتكلمون. ما يخوض كل واحد في الفتن ويتكلم ويفتي ويقول. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل من إخواننا من بريطانيا: هل يجوز أن يهجر المسلم أخاه أو أن يهجر المبتدع أن يهجر المسلم المبتدع؟ وإذا كانت جائزة فما هي ضابطها؟
حيث عندنا في بريطانيا يهجم بعض الشباب بعضهم ويرون أن هؤلاء هم المبتدعة، وليس بدعتهم من ناحية العقيدة وإنما من ناحية الحزب أو الجماعة أو غير ذلك. نعم، المبتدع يهجر إذا ثبت أنه مبتدع، إذا ثبت أنه مبتدع، لكن من هو اللي يعرف البدعة من السنة؟ ما يعرفها إلا العلماء، ما يعرف البدعة من السنة إلا العلماء. أما الطلبة والمبتدئون والمتعالمون فلا يعرفون البدعة من السنة، بل عندهم إن كل من خالفهم ولم يوافقهم فهو مبتدع، ولو كان المخالف على الحق وهذا على الباطل. فليس العبرة بالمخالفات والحزبيات والجماعات، العبرة باتباع الكتاب والسنة. فمن كان على الكتاب والسنة فإنه يجب اتباعه والاقتداء به والانضمام إليه، أما من خالف الكتاب والسنة وعمل بغيرهما فهذا يجب الابتعاد عنه. ولكن من الذي يبين هذا إلا أهل العلم؟ أما إن كل واحد يقول للثاني أنت مبتدع لا لشيء إلا لأنه لم يوافقك على كلامك أو على، فهذا ليس بصحيح. إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى أهل العلم الذين يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله وبينون لنا من هو المبتدع من السني، ثم بعد ذلك نكون على بصيرة. نعم. أحسن الله عليكم. هذه امرأة تسأل تريد كلمة توجيهية للأخوات الداعيات حتى يوجهن أخواتهن في أوساط النساء. نعم، على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تتعلم قبل أن تدعو، لا بد تتعلم قبل أن تدعو، لأن الإنسان إذا دعا وهو على غير علم ربما يحرم حلالا أو يحل حراما أو يعتقد الحق باطلا والباطل حقا بجهله. الواجب على الرجال والنساء أن يتعلموا قبل الدعوة إلى الله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على علم. وقال جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من الذي يستطيع يدعو بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن والموعظة إلا أهل العلم؟ فلا بد في الداعي والداعية من التعلم أول. فإذا تحصل الإنسان على العلم الذي يؤهله للدعوة فإنه يدعو إلى الله على النمط الذي ذكره الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. فضيلة شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، يثار في هذه الأزمنة وباستمرار الدعوة إلى تغيير المناهج المستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة زائفة، وهي أنها تدعو إلى الإرهاب وتفرق الإرهاب كما يزعمون. وقد طرأ على بعض هذه المناهج تغير في ذلك، فما واجب العلماء والدعاة وعامة المسلمين اتجاه هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟ نعم، أما أن المناهج تتهم لأنها تعلم الإرهاب وتعلم، هذا من قبل المغرضين وأعداء الدين، وله بغريب، هذا ديدنهم في كل وقت أنهم يتهمون الإسلام ويتهمون العلم والعلماء ويتهمون المناهج. فله غريب إذا انبر واحد أو اثنين أو عشرة لهذه التهمة، لا ما هي بغريب، هذا من قديم، وهذا يدل على حقد في أنفسهم ويدل على شر كامن في أنفسهم. ولكن نسأل الله أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. والمناهج ولله الحمد قائمة الآن، فإن لو حصل فيها تغيير غير صحيح وتغيير ملفت للنظر فالواجب عدم السكوت، الواجب على الطلبة والواجب على المدرسين والواجب على العلماء أن يرفعوا لولي الأمر عن هذا التغيير، وهو لا يرضى إن شاء الله إذا جاءته الشكايات من الناصحين والمجربين، فإنه لا يرضى بإذن الله، لا يرضى بهذا التغيير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وهذه الأيام
الأخيرة كثرت دعاوى المدعين بأنها مهضومة الحق وينادون بإعطائها حقوقها في وسائل الإعلام وغيرها، فنرجو من سماحتكم وفضيلتكم ردا شافيا عليهم، مع الأسف أن كثيرا منهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بكلامه. المؤسسة واحدة، كل ما يصدر منها متشابه، هاي مؤسسة الشر، هذه مؤسسة الإلحاد ومؤسسة الزيغ، هذه واحد، كل ما يصدر منها حول المناهج أو يصدر منها حول النساء أو يصدر منها حول تحكيم الشريعة كلها أمور واحدة تصدر من شركة واحدة مصنع واحد، فلا نستغرب منهم مثل هذه الأمور، ولكن علينا أن نقبل على الله بالدعاء أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، نجتهد في الدعاء والله قريب مجيب سبحانه وتعالى. وكذلك نناصح ولاة الأمور، من يستطيع أنه يناصح ولاة الأمور يجب عليه أن يناصحهم، ومن لا يستطيع ولا يصل فإنه يتصل بمن لهم اتصال بولاة الأمور ويبلغهم عن هذه الأمور ويعطيهم الملاحظات والأشياء التي يراها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نرى يا شيخ في هذه الأيام تفرق بين بعض طلبة العلم والشباب وتحزبهم على بعض، وكل طائفة منهم تدعي أنها على الحق وغيرهم على الباطل، فلو نبهتهم سددكم الله على أهمية اجتماع الكلمة على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، هذا شيء موجود، ونحن ولله الحمد ما زلنا على جادة صحيحة وعلى منهج صحيح وعلى عقيدة صحيحة، وفي بلد ولله الحمد بلاد الإسلام وبلاد الحرمين لا زلنا ولله الحمد في نعمة، لكن علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نحذر من الأعداء والأشرار والحساد، نحذر من كيدهم وشرهم، علينا جميعا أن نهتم بنصرة هذا الدين والحفاظ على هذه النعمة كل بحسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالمسلم يستنكر بحسب استطاعته ومقدرته ويبين بحسب علمه، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم ويحصل التعاضد والتناصر. والشباب بلا شك أنهم الآن صاروا في مهاب الرياح بين الدعايات المضللة والأحزاب والجماعات الشاذة، فعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى المنهج الذي كانت تسير عليه هذه البلاد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا، وهو منهج الكتاب والسنة والحكم بالشريعة والعقيدة الصحيحة ودراسة العقيدة الصحيحة ودراسة العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم أهل العلم والأخذ عنهم والتلقي تلقي العلم عنهم وسؤالهم عما أشكل، ولا نلتفت إلى هذه الأحزاب وهذه الخلافيات وهؤلاء المتعالمين الذين ظهروا يدعون العلم وأنهم يفهمون الأمور أكثر من العلماء ويفهمون الأمور أكثر من العقلاء وأهل الرأي، هؤلاء لا نلتفت إليهم أبدا ولا نعيرهم أي اهتمام. نحن ولله الحمد على جادة واضحة صحيحة نسير عليها ونتمسك بها ونحافظ عليها، ولا نقبل من أي واحد أنه يحدث عندنا شيء يخالف ما نحن عليه من منهج الكتاب والسنة والسير على طريقة السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وفقكم الله، الفجوة الحاصلة بين كثير أو بعض من شباب الصحوة وعلمائهم، ما هو سببها ومن المسؤول عنها وكيف نسدها؟ سببها التلقي، أن هؤلاء الشباب هداهم الله وأصلحهم الله، صاروا يثقون من هؤلاء
من هؤلاء أصحاب الأفكار ويقبلون منهم ويسمعون منهم تنقص العلماء فتأثروا به. الواجب على الشباب أن لا يلتفتوا إلى هؤلاء ولا يسمحون لهم بالدخول في صفوفهم ولا يجلسوا إليهم ولا يستمعوا لهم. عليهم أن يقبلوا على طلب العلم النافع، على طلب العلم سواء كان في المدارس أو المعاهد أو الكليات أو طلب العلم في المساجد على أيدي العلماء. لا نجاة لهم من الفتن إلا بهذا الأمر، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بواسطة أهل العلم البصيرين بالعلم. نعم.